قوله تعالى في سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادية، فقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد، سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام. فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى الخاص قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهؤلاء المضلون لم يهديهم هاد الهدي الخاص الذي هو التوفيق لما يرضي الله، ونظيرها قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام الذي هو إبانة الطريق قوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. إذا قلنا إن ما نافية وليست موصولة، وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فالذين ماتوا في هذه الفترة لم يكن لهم هاد بالمعنى العام أيضا. والجواب عن هذا من أربعة أوجه: الأول أن معنى قوله ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم ويرشدهم، كل قوم لهم من يهديهم ويرشدهم. طبعا الإرشاد والهداية إما إلى خير وإما إلى شر، فالأنبياء يهدون الناس إلى الخير والشياطين يهدون الناس إلى الشر. وأنت يا رسول الله منذر هاد إلى كل خير، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكن أنت من القسم الذي يدعو إلى الخير. وقد جاء في القرآن استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشر أيضا، الهدي يعني، كقوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، كان هدى إلى الإيه؟ إلى الشر. وقوله تعالى: فاهدوهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه هداية إلى الشر. وقوله تعالى: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. كما جاء أيضا في القرآن الكريم إطلاق الإمام على الداعي إلى الشر في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الوجه الثاني أن معنى الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم منذر وأنا هادي كل قوم، أنت عليك الإنذار وأنا علي الهداية. فمعنى قوله تعالى على هذا القول بقى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هو الله سبحانه وتعالى نفسه وأنا الذي أهدي، فيعني به نفسه عز وجل. ونظيره في القرآن قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني ولا ينبئك مثل الله سبحانه وتعالى. هذا له نظير في كلام العرب كقول قتادة ابن سلمة الحنفي: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. من مقصود بالكريم هنا؟ نفسه، أو أموت أنا، واضح؟ لكنه طبعا هنا على نفسه. هذا المبحث الذي يسمى في البلاغة مبحث الإيه؟ التجريد، يعني هو في مثل هذا الشاهد مثلا: تحوي الغنائم أو يموت كريمه، بيبالغ في وصف نفسه بالكرم، يعني هو متصف بالكرم بصفة قوية جدا لدرجة أنه ممكن هو نفسه ينتزع منه شخص آخر ويكون كريم من كثرة الكرم فيه، ممكن إيه يجرد نفسه من نفسه ويخرج منه كريم آخر. هذا هو المعنى: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريمه، يعني انتزع من نفسه كريما مبالغة في وصف نفسه بالكرم. فهذا من أنواع البديع المعنوي الذي يسميه علماء البلاغة التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. مثلا تقول: لي من فلان صديق حميم. أنا سمعت مرة زوجا وفيا بيتحدث عن زوجته يقول: ده أنا أفصل منها سبعة، يعني أطلع منها الغسال والخياط وكذا وكذا من كثرة المواهب التي إيه تنجز هذه الزوجة. فهو بيقول: أفصل منها سبعة، يعني أطلع منها من كثرة صفيها بالإيه بسبع صنايع يعني. نفس الشيء هنا لما تقول: لي من فلان صديق حميم. لي من فلان، يعني هذا الشخص بلغ من الصداقة حدا صح أن يستخلص منه آخر مبالغة في إيه؟ في وصفه بالكمال، كمال الصداقة. مثلا تقول: لئن سألته لتسألن به البحر. ف
فهنا انتبع من هذا الشخص بحرا في السماحة. من ذلك أيضا قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، يعني هما في النار لهم فيها دار الخلد. طيب ما هي النار نفسها، هي نفسها دار الخلد، فهنا أيضا هذا من التجريد أنه انتزع منها دارا أخرى، لكن مع أن دار الخلد هي نفسها النار لهم فيها دار الخلد. نفس المعنى أيضا في سورة القارعة في قوله تعالى فأمه هاوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتحرير المعنى على هذا القول أنت يا محمد منذر، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، يعني الله سبحانه وتعالى عز وجل نفسه، وأنا هادي كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي. لأن الآيات كثيرة دلت على أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين على وفق ما سبق به العلم الأزلي، كقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الوجه الثالث أن معنى قوله تعالى ولكل قوم هاد أي قائد، قائد، والقائد هو الإمام، والإمام هو العمل. يعني المعنى ولكل قوم هاد يعني عمل يهديهم إلى ما هم صائرون إليه من خير أو شر، أن قائد الإنسان عمله سوف يقود إلى الخير أو الشر، بدليل قوله تعالى هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تتلو تأتي بمعنى تقرأ ما أسلفت في الكتاب، لكن على هذا الوجه يكون تتلو بمعنى إيه؟ تتبع، تتبع العمل الذي عملته، إما يقودها إلى الجنة ويقودها إلى أن هنالك تتلو بالتأين، يعني لأن القراءة الأخرى هنالك تابلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشر. يدل لهذا المعنى قوله تعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطاغوت الطواغيت. الوجه الرابع المراد بالقوم الأمة، ولكل قوم هاد، يعني ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر، ولكل قوم أي لكل أمة، هاد يعني نبي، فيكون المعنى لكل قوم هاد أي ولكل أمة نبي، كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله ولكل أمة رسول. وكثيرا ما يطلق في القرآن اسم القوم على الأمة، كقوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي إلى أمته، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. وعلى هذا القول فالمراد بالقوم في قوله ولكل قوم هاد أعم من مطلق ما يصدق عليه اسم القوم لغة، يعني الأمة. وفي الحديث أنتم توفون 70 أمة. وأقرب الأوجه المذكورة هو ما يدل عليه القرآن العظيم، وهو الوجه الرابع، وهو أن معنى الآية ولكل قوم هاد أي لكل أمة نبي، فلست يا نبي الله بدعا من الرسل، بل سبقك أنبياء لكل أمة، لست بدعا من الإيه؟ من الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيا أن المشركين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب، لأن لكل أمة منذرة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لست أول رسول بعث، لست هذه بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل بل سبقني رسل قبلي للأمم، وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذه الآية تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب، لأن الفرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان. ونظيرها قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر، وهو قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والجواب أن الآية من العام المخصوص الذين أتيناهم الكتاب يفرحون
بما أنزل إليك. فهي في خصوص المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قاله الماوردي وغيره وظاهر، ويدل عليه التبعيض في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، من أهل الكتاب التبعيض، فمنهم مؤمنون ومنهم كافرون. في حد يقدر يضيف معنى آخر دائما بنتكلم عليه في الجزئية دي؟ يعني إزاي نعرف أن الآية فيها سياق مدح أو ذم لأهل الكتاب؟ يعني إذا نصب الفعل للمعلوم فيبقى لازم يكون مدح، لأن الله لا ينسب إليه إلا الخير. إذا ذكر بالبداء المجهول ففي هذه الحالة يكون غالبا السياق سياق إيه؟ ذم. ممكن تتبع مثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وإن كان هذه في الأمة المحمدية، لكن نشوف مثلا إيه، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب، سياق ذم لأنها جاءت إيه؟ أورثوا، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب، لأن البناء المجهول هنا فسياق ذم، ولذلك لم ينسبه الله إلى نفسها. لكن لما يقول مثلا إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فنسبها نسب الإتيان إلى نفسه عز وجل، فهذا سياق مدح لأهل الكتاب. مثلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذكار سجدا، هذا سياق إيه؟ مدح، مع إن هنا أوتوا العلم بس هنا العلم بقى مش حاجة ثانية. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، آتيناهم الكتاب، يبقى الغالب هنا سياق سياق إيه؟ مدح، لأن الله نسب ذلك إلى نفسه. وقلنا مرارا إن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح، لأنه ليس في فعل الله شر أبدا. وفي حديث الاستفتاح دعاء الاستفتاح والشر ليس إليه، يعني ليس في فعل الله شر بل أفعاله كلها خير محض. ودائما نذكر أدلة من القرآن الكريم، مثلا في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في الخير نسبها إلى الله، لكن في الشر نسبها لإيه؟ جاب الفعل المبني المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالنعمة نسبها إلى الله، لكن في الضلال الغضب أتى بالفاعل واسم المفعول، فاعل لأن الفعل الضلال هينسب للضالين، والمغضوب عليهم بدل الفعل المبني المجهول اسم المفعول بيشتق المبني المجهول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن في النعمة نسبها إلى نفسه. إيه تاني؟ سورة الكهف، ودي بتساعدنا عشان اللي بيحفظ سورة الكهف ما يتلخبطش. في ثلاث مواضع فيها الإرادة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طبعا السفينة اللي حصل ده فيه إفساد، ظاهرا هو إفساد إنه إيه؟ أتلف السفينة، فقال إيه؟ فأردت أن أعيبها، مع إنه في الآخر قال وما فعلته عن أمري، لكن لفظ ناسبه إلى نفسه هو، فأردت أن أعيبها، ما ينفعش ينسب إلى ربنا كلمة العيب، فأردت أن أعيبها. طيب في الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الحالة الثالثة بقى اللي هي خير محض ما فيهاش أي عيب، اللي هي الجدار يريد أن ينقض فأقامه، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، نسب الفعل هنا إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ونفس الشيء برضو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الشر منسوب لمين؟ للمخلوقات، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره، من شر الوسواس الخناس، وهكذا. يعني الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أن كل أفعال الله عز وجل خير من حيث هي صادرة عن الله تبارك وتعالى.